بتصدقوا انه بلد ما في كهرباء هو البلد يلي اخترع الكهرباء والتوتر العالي؟ لا بلا لا بلا عم نسقف الناس؟ ايه بالإضافة للأكل والبنات والميليشيات، لبنان بيتميز إنه بتاريخه في كتير مخترعين، من قدموس اللي سجل الأبجدية لعمي جمال اللي كان يوصل التلفزيون على بطارية السيارة، وصولاً لأديسون الشرق حسن كامل الصباح. بس مين حسن كامل الصباح؟ تعرف مين هو حسن كامل الصباح؟ لا. مين حسن كامل الصباح؟ لا شو اسمه؟ لا مش من النبطية هو؟ تعرف مين هو حسن كامل الصباح؟ لا ولا لا شو اسمه الكهرباء. حسن الصباح هو مخترع لبناني من النبطية، وبيقولوا انه هو اللي اخترع الكهرباء، مشان هيك قررت اطلع على النبطية لاتعرف عليه اكثر ولاشوف شو احساسه الواحد لما يعيش بمدينة فيها كهرباء 24/24. هاي ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية، وجوا في ولد عبقري ما حيصير مثله عالم. ليه؟ لأنه المعلمة لقطته شارد بالصف ومش منتبه على الدرس، نزلت فيه خبير. ولا ليش عاد ولا لي عم حسن كامل الصباح؟ احنا أجيال ونحن هم نتعلم عنده. شو عم علمكم؟ هو مش معلمنا، نتعلم على اسمه تحت اسمه. هو مخترع للكهرباء. طب قد ايه عم تشتغل الكهرباء عندكم بالبيت؟ 24 ساعة. بسم الله يرزقنا. قتلوه الأمريكان بسبب اختراع الكهرباء بسرعة السرقة. قتلوه بفرنسا. قتلوه بأمريكا. طب ليه ما كان في حواجز عم بتفتش السيارات قبل ما تفوت على أمريكا؟ أنا سيدي حزب الله وحركة أمل هون. اللي اخترع عنا الكهرباء هو من لبنان. بس يعني بدش تكون عنا الكهرباء 24/24. طب إذا حسن كامل الصباح هو اللي اخترع الكهرباء، أديسون شو اخترع؟ إذا كان أديسون مخترعاً فحسن كان عالماً. أديسون عالماً، فحسن الصباح عالماً ومخترعاً. حسن كامل الصباح رائد من رواد العلم. فكرت رائد فضاء أهم. كنا حابين نصور جوا بس ما في كهرباء. خي ليه ما في كهرباء؟ أنا الأوان أن تنتهي قضية الكهرباء في لبنان. لك صارت مغدي موازنة الدولة اللبنانية الكهرباء. كامل الصباح اكتشف البعد الخامس. بس نحن بنيو تي في اكتشفنا البعد الثالث، نشرة الأخبار تبعنا بالثري دي. طب لك سؤال أخير له علاقة بفي كلبناني أنا. حسن كامل الصباح كان مع حركة أمل ولا مع حزب الله؟ وبال 2013 رح ينتقل لقب أديسون الشرق للمخترع الكهربائي الكبير جبران باسيل. جبران كمان عنده اكتشافات. بدي قص شعري هلا، هيدا أول اكتشاف. وتعب كتير ليرفع اسم لبنان بالعالي. مين اللي خلى الدولة اللبنانية تفلس؟ ويتميز بالهدوء والرصانة. حدا من الشباب يقف ورا البيت، مش قدامه هون. بس الأهم إنه حسن كامل الصباح وجبران كان عندهم حلم اكتشاف النفط. 2020 هو موعد كتير منطقي تيكون لبنان عم بيضخ غاز. أستاذي شو رأيك بوزير الكهرباء جبران باسيل؟ لازم يصير في تمثال لجبران باسيل بالنبطية مثل هذا التمثال، ونحن سوف نعمل على ذلك. نحن عم نلم 20,000 لأنه بدنا نعمل تمثال لجبران باسيل بالنبطية، لأنه عبقري كهرباء مثل حسن كامل الصباح. بس ما عم تيجي عنا الكهرباء بالمرة. بدنا نعمل تمثال لجبران باسيل، عم نلم 20,000. يا خي بعد أنا يمكن أول واحد، أنا هالعشرين بدي أتبرع فيها لتجي الكهرباء مش على ضد التمثال. بدنا نعمل تمثال لجبران باسيل، عم نلم 20,000 إذا بتحبوا تسألوا. تمثال كيف بدك تعمله؟ شالح، لابس بروتيل، لابس شو؟ عم نلم 20,000 لجبران باسيل. 20,000 صح، ترى قلبك خدها بس جيب لها الكهرباء بالنبطية. إلى متى ستبقى مدينة أديسون الشرق بلا كهرباء؟ المواطن هنا يضطر كان هذا كل شيء. فإذا هذا كان تقرير للمراسل عبد. نعم. يعني حبيبي. شو استنتجنا انه اللي اخترع التوتر العالي اللي هو لبناني منطقته. نعم. ما عنده كهرباء. لا بكل لبنان ما في كهرباء. هو المؤسف انه فيها وزارة الطاقة تستفيد من الاختراعات اللي بلش فيهم حسن كامل الصباح، وفيها تجيب كهرباء بلا كل هيدا النق. والمتحف تبعه كمان ما فيه ولا لمبة مضوية. لا المتحف، لا الضريح، لا التمثال مضوى، كله مطفي. وشي غريب انه قد ايه عندنا مخترعين لبنانيين نفسهم ما بيعرفوا عنهم شيء. بس بظن احنا لازم نقول نحن اللي اكتشفنا البارود. يعني لانه احنا اكثر شيء بنستعمله هو البارود، فلازم نكون لبنان ياخذ جائزه انه هو اللي اكتشف البارود. شكرا كثير عبد لهذا.